السلام عليكم، وياكم خالد. واليوم نلعب على الانترناشنال تشالنج جانوري 2018. اليوم اخر 3 مباريات حق اليوم الاول. لعبنا 12 مباراة، فزنا 9 مباريات وخسرنا 3 مباريات. حاليا 1575 نقطة و 12 مباراة. راي من امريكا نيو جيرسي 1500 وشي، ما قدرت اشوف. راي بيريور نايليغو، فيراثون تشاريزارد، اكسل جور تابو ليلي. طبعا اكسل جور وليلي مشكلة، تشاريزارد مشكلة، نايليغو مشكلة، كل شيء مشكلة. طبعا نايليغو يتعلم ترك روم، في احتمال بسيط، لكن الاحتمال بعده. بيبتبو فيني والزابتوس. أبيب سلستيرا، سلستير فنان ضد كل شيء هني إلا تشاريزارد. بس هو كانكس كان وايد تعبان فالمباراة أو ضد هالفريق. بيب سلستيرا وتلاندورس في الخلف. شوف شبيب، إذا ياب أكسل جور بطلع توبفيني بدخل. أوكي، نايليغو أكسل جور أوكي. بيب سلستيلا متوقع ان ليلي، بس يلا. ثاندر بولت على الاكسل كور اظني، ولا نايليغو. نايليغو احتمال ساش، لكن الاكسل كور وايد عبيط وبافتك منه. فكرة اكسل كور انه عنده الابيليتي ان بردن، وعادة يعطونه السايكيك سيد اسيد سبري على الزابتوس. اوكي، باور جيم. اوكي، ايه بلاندروس ولا فيني؟ بيبتب فيني بس تعمل بروتكت. بس خلي السلسلة يستعمل بروتكت، وخلي تب فيني تستعمل مودي ووتر. يعني اتوقع بيستعمل مثلا، اتوقع مني ان السلسلة يسوي شيء. اوكي، اوكي، سويت غلطة كبيرة. انا من شي ما احب اكسل جور، واكسل جور نايلي قصاع شي جديد علي. يعني عاد متعود اكسل جور الليلي، مرات اكسل جور جنجار. نايليغو اكسل جور بضرب نايليغو، و دومينو بيستعمل فاينل جامبت
على الأرثكويك. الحين السؤال نريق عنده هيدن باور، باور جام تايمز 2 ما ظن بيذبح. اوكي ساش طبعا هي بداية تعبانة. المشكلة في البطولات مو بطولات يعني يوم تلعب أونلاين تلعب بس مرة، وطبعا يو كايل يبولك فريق يعني يجيبولك الدنيا في الدور الأول ومن هناك تخسر. طبعا ما تقدر تسوي شيء إلا تتعلم من غلطك وتكمل. الحين نحن 9-4 المشكلة هني الناس شادين حيلهم بزيادة ان يطلعون الفوز بأي طريقة. مات من فرنسا 1543 اظني. شو الفريق سالامانس ماموس واين ايج سلاش ميتاغروس هيتران ثاندروس. يعني طب فيني فنان يعني. طب فيني سابتوس لاندروس ما ظن أبيب كانجس كانني تلستيل أظن زين. إذا بدأ بثاندروس ببدل وبدخل لاندروس في مكان تابفيني إيتران ميتاغروس وايد حلو. كل سهولة اقدر استعمل مادي ووتر وتيل ويند. تيل ويند اللي ذا الهيتران عند جراسيوم زي ما فكرت فيها. احتمال عنده جراسيوم زي الحين يعني خايف عنده جراسيوم زي ما فكرت فيها. كنت مفروض استعمل بروتكت زين. زين هيد بوت شل نص طاقتي فلينشت هيت ويف زابتو سافويد. مادي ووتر اضرب الاثنين وان شاء الله اكيرسي دروب. اوكي نقصنا مع الهيتران ميتاغروس بعده. بتم بالزابتوس ما اقدر ادخل سيلستيلا ما بادخل لاندروس ياخذ ضربه بس جي. على الاقل بس تخلص من الهيتران. اوكي زين هيد بوت. اوكي ضرب بدخل سيلستيل الحين وبستعمل بروتكت منقهر من الفلينش اللي استوى اول دور. يلا مادي ووتر بعد مرة وبروتكت. بروتكت
ما بدل هيتران. اوكي زين هيد بوت على التفينيل. ليتس سي فلينش هيت ويف. اوكي على الاقل استفيد من البري. ان شاء الله مفلنش. احتاج المودي ووتر الحين. مودي ووتر اذبح الهيتران. زين نقصنا الاكيرسي. ان شاء الله ما يب ثاندرس. اذا يب ثاندرس تكون شوي صعب. ايجا سلاش اوكي وايد حلو. فليم ثرور على الميتاغروس. اوكي ظن بيضرب التوب فيني بالزن هيد بوت. هي زين فليم ثور بيذبح الميتاغروس. يزيد الاتاك. ماموس واين. بدخل لاندورس وبستعمل هافي سلام على الماموس وين. هو اكيد ما بيضرب التاب فيني ب بايسكل كراش ولا شيء، لكن ابى على الاقل اتخلص من الماموس وين. اوكي هذا اظني اول مره اشوف الرقصه. سب زيرو سلامر. يلا ما بيذبح اكيد. ممكن يشيل نص، اقل من نص. هافي سلام بيذبح وسلسله اسرع من الايجا سلاش، شيء حلو. طبعا هيك سلاش طايح بين لاندرس وسلستيلا ما يقدر يسوي شيء. شادو بول على اللاندرس ما بيسوي وايد لان عندي اسولت فست. اوكي شل اكثر شوي اقل من النص بس يلا. ايرث كويك فليم ثرور. لا تستعمل كينج شيلد الله يخليك يعني. اوكي اكره الناس عندي هم في حاله خلاص ما تقدر تسوي شيء خلاص خسران يستعمل بروتكت. ليش يعني؟ اوكي اذا كنت في بطوله و تلعبون ثلاث مباريات واللي يفوز مباراتين هو المستمر يعني اوكي تستعمل بروتكت على الاقل. تبغى تشوف يمكن تبغى تشوف حركه زياده حق يعني شوي تستفيد من معلومة حق المباراة الجاية. لكن المهم هنا كم كنا مباراة رقم كم هنا؟ المهم كاي من كندا 1544 أظني. شو الفريق؟ كومو بوليتود ميتاغروس لوديكولو ديسيجوي تابوليلي. أول شيء أفكر فيه تابو فيني زابتوس كانجس كان سلستيلا. اللي بسويه حاول احافظ على التابوفيني.
لان اذا عندك مو شويه بيكون صعب. ف طب فيني بيكون وايد وايد مفيد ضد كمو او. يلا نشوف منو يبدا. يعني الحلو في تبدا بتابوفيني وزابتوس يعني يغطي وايد، يعني غطي ضد وايد يعني من البوكيمونات العادة يبتدون فيهم. يعني مثلا اذا جاب ليلي ماتاغروس اوكي لوديكولو ماتاغروس لوديكولو ماتاغروس دائما بدا باللوديكولو ماتاغروس. اوكي اظني اللي بيسوي الحينه بيدخل تابو ليلي ويستعمل زن هيد بوت. اللي بسوي بدخل سلاستيلا وتيل ويند. يلا شو بتسوي؟ يعني عادي يستعمل فيكات على الزابتوس، عادي يدخل تابو ليلي حق يستعمل زن هيد بوت. طب فيني مالتي اظني اسرع من لودي كولو، او احتمال بس يبدا ب اوكي ما بدل، احتمال يبدا بالفيك اوت. اوكي فيك اوت على الزابتوس، كريتيكال هيت، زين هيد بوت. اوف زابتوس مسكين، ايش سالفته يا زين هيد بوت؟ استعمل لي سيد على الميتاغروس. ما لي دخل بوليتوت عشان يضرب السلستيرة. بستعمل فليم ثرور و بتم بالتيل ويند. انا زبط الصراحه ما يقدر يسوي شيء بالاساس، ما بدخل اي شيء ودخله على زن هيد بوت من ميتاغروس. اوكي طلع ميتاغروس وبيدخل بوليتود. اوكي بيستعمل بوتريوم زي على السلستيلا ولا شو السالفه؟ اوكي لو تقول استعمل ايس بيم على الداتوس يمكن يعيش. لا احتمال لو ديكولو يكون اسولت فيست للحين ما نعرف. زين عندي التيل ويند، اظن اقدر اذبح اللوديكولو بدبل ايدج. فبستعمل ليتش سيد على البوليتوت لان ما اقدر اسوي اي شيء ضد بالسلستيلا، لكن كانجس كان يقدر يذبح اللوديكولو الحينه. اوكي طلع البوليتوت بيدخل التابو ليلي. اوكي شكله متوقع فيك اوت، لكن شكله مو منتبه ان عندي تيل ويند. دبل اج على اللودي كولو المفروض يذبح. ايوه زين الحين باقي ليلي ميتاغروس وبوليتود.
شو بيدخل؟ اتوقع بيدخل الميتاجروس. اوكي دخل الميتاجروس. ليلي اكيد بتسوي سويتش، لكن في نفس الوقت عندي تيل ويند باقي دورين. ليلي يمكن تسوي سويتش، يمكن تسوي بروتكت. اذا سويت سويتش بضرب البوليتوت، اذا بروتكت بضيع دور. لكن اوكي زين، الحين بيدخل البوليتوت. شو الايتم اللي عنده؟ اوكي زين، هدبت على الكانجس كان بيذبح. كمان بيدخل تابو فيني، مون بلاست على البوليتوت. بستعمل هيفي سلام على الميتاجروس، يمكن يدخل ليلي هناك. حاليا سلاستيرا ما في وضع جيد، لكن الميتاجروس اتوقع الميتاجروس بيطلع وليلي بتدخل بداله. اوكي زخيته، لان عند الليتش سيد فما يبغى يضيع طاقته على ولا شيء. لكن مسكته في الموضوع، الحين بيضيع التابو ليلي. كم باقي على المطر؟ ظني الحين آخر دور ولا باقي دورين؟ باقي دور أظني. ميتاجروس تعال يا ميتاجروس. ليتش سيد ميتاجروس. لا ليش ليش تزيد؟ يزيد ميتاجروس ومون بلاست بوليتود. بوليتود وايد بطيء، ف وتبفيني المفروض تقدر تعيش. زين هد او زين هدبت على السلستيرا للدرجة خايف منه. مون بلاست على البوليتود المفروض يذبح. أظن كان متوقع بروتكت من التابوفيني. الحين في الوضع يعني سيلستيلا ما بيموت مهما شو استوى. فيم ثرور مادي ووتر. الله استسلم. اوكي استسلم زين. كم بار باقي؟
كان طالع 14 بس ما اظن لعبت 3 مباريات هذا الفيديو ولا انا المفروض ابدا اكتب كم مباراه لعبت بدل ما يس اضيع كل فيديو. خلينا نشوف كنتيني باتلينك اذا قال اوكي لعبنا 15 مباراه كم مره فزنا. المهم اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله بيكون في وقت هذا الفيديو حاليا باكر، لكن انا برفع كل بكون رافع كل حلقه كل يومين اظني، ما بشوف كم برفع اظني كل يومين برفع فيديو. والحين خلصنا اول يوم باكر اللي هو في وقت هذا الفيديو حاليا باكر ببدا مباريات يوم الثاني. اشوفكم باكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.